صباح الخير عليكم بنات، نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله. اليوم كاينه واحد العراضه عندنا، فبغيت نشارك معكم شنو غدا نحضر. غنحضر واحد الكوكليات اللي الوالده ديالي هي اللي غتحضرهم، توريكم الطريقه ديالها اللي كتستعمل. وها نتوما معايا ومرحبا بكم. هنا البنات غنحضر معكم كوكلي محمر بالعطريه نتاع المروزيه بالطريقه ديالنا اللي كتعتمد الوالده ديالي. فكنحتاجو هنايا جوج بصلات، كنحتاجو ملون غذائي، سمن هنايا تقريبا واحد 8 دري نتاع الفصوص نتاع الثوم اللي محكوكين، هنايا زيت روميه تقريبا كاس كبير، ابزار، سكينجبير، هنايا كنحتاجو بسيبيسه خرقوم، وهنايا كنحتاجو العود نتاع القرنفل المطحون، وكنحتاجو باديانا. باديانا البنات الا مشيتو عند العطار فهي على شكل نجيمات، بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش باديانا شنو هي، وقليل من الملح. وهادو باش غادا نربطو الكوكليات ديالنا بعد ما نشرملوهم، وخليكم معايا تبعوا الطريق. هنا ضفنا العطريه حطيناها، قليل من الماء، هنايا بعد ما شرمناهم خليناهم تقريبا واحد ساعه باش يدخل فيهم داك العطريه مزيان. فانا غندوزو باش نربطوهم وتشوفوا الطريقه نتاع الطهي ديالهم. كنربطوهم باش يبقاو جامعين راسهم بهذاك الشكل ديال هنا. البنات غادي ندير معكم وحده اللي غتجي باينه شويه، ها هي نعاود معكم باش تعرفوا الطريقه نتاع الربط ديالهم. نتوما غير شوفوا مزيان الطريقه نتاع الربط نتاع الكوكليات. هنا بعد ما ربطناهم البنات فغادي نضيفوا عليهم داك المرق فاش تشرملو، غنضيفوه عليهم. ونزيدو عليهم داك السمن اللي بقى لينا، والبنات بالنسبه للبصلات ما كنشلضوهم حتى شي حاجه، فكنخليوهم هكاك يعني صحاحين كيطيبو بهذه الطريقه. والزيت هنا درناهم فوق النار مهيله باش يغلاو شويه، من بعد ما يغلاو طلع فيهم الغليه كنضيفو لهم تقريبا جوج كيسان تاع الماء ونخليهم يطيبوا. ما هما الكوكليات ما كياخذوش الطياب بزاف. وهانتوما كملوا معايا تشوفوا الطريقه ديالهم. هنايا بعد ما طلعت الغليه فيهم كي كتشوفوا فكنضيفو لهم دوك جوج كيسان كبارين تاع الماء، كنضيفو ديما الماء للجناب وصافي. كيبقاو هكا حتى كنقلبوهم كنشوفهم واش طابو وكنطفيو عليهم. وانتوما معايا
انا كيف كتشوفوا الكوكلياس ديالنا كيطابوا فكنصفيوهم، وهاد المرقه اللي كتبقى كنخليوها تغلى مزيان حتى كتعسل، وكان اللي كيبغي يضيف عليها داك الكبده وداك الشيء يضيفها، اللي ما كيبغيش حتى كيعسلها مزيان ويرافقها باللوز محمر. وانتم خليكم معايا تشوفوا الطريقه نتاع التزيين نتاع الطبق. هنايا البنات بغيت نشارك معكم تعمل هاد البسطيله، كنوعدكم ان شاء الله غننزل لكم واحد الفيديو خاص نتاع طريقه البسطيله، حيت هنايا كانوا جايين لنا شي ضياف فما صلح ليش نصور كل شيء. فهنايا البيض ديال البسطيله بعد ما نشفناه وتصفى مزيان، وهذا الدجاج هو مقطعينه كنضيفوا عليه البصله اللي كنكونوا عسلنا، وهنايا اللوز ديالنا اللي غتا هو كنكونوا فيه ما زهر والعسل وواحد الساشيه نتاع الفاني. وكنوعدكم ان شاء الله باللي غادي ننزل لكم فيديو خاص كيفيه تحضير البسطيله على الطريقه نتاع الام ديالي. وهنايا الديكور تاعي، يعني الزواق على حسب كل واحد شكون بغى كيف بغى يزوق البسطيله ديالو. فالوالده ديالي انايا دهنتها بالعسل واللوز مهرمش والقرفه. وهنا بدينا كندريسيو الطبسيل ديالنا تاع الكوكلي. هنايا البنات اللوز مقلي عسلناه مع عصير البرتقال حتى تعسل، ودرناه على هاد الديكور هذا. التزيين كيبقى اختياري، كاين اللي يخضر بالسمان باي حاجه. وبالنسبه للاناناس هذا الاناناس داك المجفف كيكون حلو، يعني ما كيتحتاجش انه يتعسل ولا شي حاجه، كنضيفوا له غير الماء وكنخليوه يغلى شويه. والمريقه كنصبوها مع الجناب. انا بغيت نشارك معكم يعني كيف كندريسي الطبسيل، وهانتوما معايا.
هيا محطوطه. ايوا مرحبا بكم عندنا اليوم. مرحبا بك الجنه. مرحبا بك خالتي القيه. مرحبا بك الجنه. والله نهار كبير هذا عندنا. ايوا حتى انا هذا النهار ملي شفتكم مزيان. الحمد لله. اللهم نهار كبير عندي. اللهم لك الحمد. ربي يخليك. ايوا انتما معنا وبالصحه والراحه واللي كتوحم تسمح لينا البنات بالصحه والراحه. وهنا يا حبابي غنكونوا سالا الفيديو ديالنا. نتمنى يعجبكم ويعجبكم النهار كيف دوزناه، العرضه كيف دوزناها بالطريقه اللي حضرت معاكم. نتمنى انكم تجربوها في المناسبات، وما تنساوش البارطاج مع احبابكم وصحابكم والضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. وشكرا.